معانا على الهاتف دكتور استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. مساء الخير استاذ طارق. مساء الخير يا نورفت، مساء الخير على كل المشاهدين. برحب بحضرتك ووجودك معانا في هذا التوقيت الحساس جدا. قول لي ماذا ترى امامك من المباراه ما بين مصر والكاميرون؟ والله بصي، احنا في تفاصيل المباراه ماشيين زي ما احنا عايزين. احنا مقفلين دفاعاتنا، بنلعب على هجمه مرتده، يعني الكاميرونيين اصلا كمان يعني ما بيروحوش كتير، صحيح بيحاولوا لكن فقدوا خلاص الخطوره بتاعتهم في كثير من الاحوال. المباراه ماشيه بوتيره دفاعيه بالنسبه للمنتخب المصري، بيحاول يلعب طبعا على هجمه مرتده سريعه، مستغل تريزيجيه ومستغل محمد صلاح، لكن الى الان المباراه في نص الملعب ما بين الفريقين، فمن الواضح ان احنا هنروح لشوط رابع او ان احنا نوصل لضربات الترجيح ايا كانت، اما ان احنا نخطف اي فرصه من الفرص اللي بتتهيأ لنا. الحقيقه يعني المنتخب على مدى ال 102 دقيقه ودي فرصه لاعتقد لمصطفى محمد. مين الاكثر سيطره على الكره من اول ماتش الى الان؟ يعني انا شفت في بدايه الشوط الاول كانت بدايه معظم السيطره من الفريق الكاميروني ووصول كتير لشباكنا، ولكن الحمد لله كان ربنا بيستر. الباقي بقى حضرتك تقيمه بايه؟ السيطره مش مهم، يعني المهم تسيطري، لكن السيطره بدون فاعليه ده المهم. احنا يعني في فرصه خطيره جدا دلوقتي ما استغلناهاش، الفرص الصغيره او القليله اللي بتجيلنا ما بنحاولش نستغلها، بتبقى في تسرع فيها وده مش مطلوب في الوقت الحالي. احنا بنحاول نوصل لضربات الترجيح، بنحاول نستغل الفرص اللي بتظهر لنا، لكن طبعا الحكم والدكه موتره الدنيا، لكن الى الان احنا ماشيين بوتيره سليمه. كاميرون ما بتحاولش، يعني قليل قوي ان هي توصل لمرمى ابو جبل. يعني احنا مقفلين دفاعتنا ومقفلين عليهم بشكل جيد جدا. اذا وصلنا لضربات الترجيح دي بقى تبقى يعني الفرصه امام ابو جبل، لو قدرنا نخطف من الفرص اللي بتظهر لنا يبقى كويس جدا، لكن هم الفاعليه الهجوميه بتاعتهم على المرمى ما بقتش زي الشوط الاولاني، بل بالعكس يعني تركيزهم قل ولياقتهم البدنيه قلت وسرعتهم ما بقاوش يستغلوها. الحقيقه خط الدفاع المصري وخط النص عامل شغل كويس جدا، المهم ان احنا ما نرتكبش اخطاء في قدام منطقه ال 18، لكن انتهاء الهجمات المرتده بتاعتنا لازم تتم بشكل جيد. حضرتك شايف وصولنا لضربات الترجيح وهم عندهم هدافين مميزين، شايف ده ازاي بتقييمك للفريق الاخر المنافس الكاميرون؟ لو وصلنا لضربات الترجيح فرصنا احنا هتبقى اكبر بكثير، يعني ويمكن ده الهدف اللي بيعمل عليه الان الفريق المصري، ان احنا نخلص الاكسترا تايم ونوصل للترجيح، خاصه ان احنا يعني كيروش تم طرده وفي انذار وائل جمعه، فبالتالي احنا دلوقتي اللي واقف على الخط محمد شوقي، لكن احنا لحد الان ماشيين المباراه حسب اسلوبنا احنا وحسب طريقتنا احنا وحسب فلسفتنا احنا، يعني واقفين كويس احنا اللي بنفرض سيطرتنا الان، واللي عايزاه مصر ان شاء الله يحصل وان شاء الله نوصل للفوز ان شاء الله. بشكر حضرتك استاذ طارق رمضان، بشكرك جدا يا فندم.